مثال: احسب اعداد النيترونات والبروتونات والالكترونات، واكتب التوزيع الالكتروني والمخطط المداري لكل من ايون الكلورايد Cl-1، ذرة المغنيسيوم Mg، ايون البوتاسيوم اللي هو K موجب 1. هني الوزن الذري للمغنيسيوم اللي هو 24، والكلور 35، والبوتاسيوم 39، والعدد الذري للمغنيسيوم 12، للكلور 17، والبوتاسيوم 19. الحل: هني في البداية نحسب أعداد النيترونات والبروتونات والإلكترونات. بالنسبة لي اللي هو عنصر المغنيسيوم أو ذرة المغنيسيوم، عدد النيترونات يساوي الوزن الذري 24، مطروح منا العدد الذري 12 ويساوي 12، عدد البروتونات يساوي العدد الذري اللي هو 12، وعدد الإلكترونات يساوي عدد البروتونات بما أنه ذرة متعادلة اللي هي تساوي 12 الإلكترون. بالنسبة لأيون الكلورايد، هنا عدد النيترونات يساوي الوزن الذري 35 مطروح منه اللي هو العدد الذري 17 يساوي 18، عدد البروتونات يساوي 17، واللي هو عدد الإلكترونات بما أنه أيون سالب معناه نضيف اللي هو شحنة الأيون، معناه 17 زائد 1 اللي هو 18 الإلكترون. بالنسبة لأيون البوتاسيوم، عدد النيترونات يساوي الوزن الذري 39 مطروح منه اللي هو العدد الذري 19 يساوي 20، عدد البروتونات يساوي العدد الذري اللي هو 19، واللي هو عدد الإلكترونات بما أنه أيون موجب فإن نطرح الشحنة من اللي هو عدد البروتونات معناها 19 ناقص 1 ويساوي 18 إلكترون، أي نقوم بتوزيع هنا بالنسبة لأيون البوتاسيوم 18 إلكترون، بالنسبة لأيون الكلورايد 18 إلكترون، بالنسبة لذرة المغنيسيوم اللي هو 12 إلكترون. سابقا لقد قمنا بإيجاد عدد أو أعداد النيترونات والبروتونات والإلكترونات، الآن نقوم باللي هو كتابة التوزيع الإلكتروني والمخطط المداري. بالنسبة لذرة المغنيسيوم، هنا التوزيع الإلكتروني 1s2، 2s2، 2b6، و3s اللي هو 2، ما يعادل اللي هو كم؟ 12 الإلكترون. طبعا المخطط المداري بالنسبة لي اللي هو الواحد اس اللي هو يحمل إلكترونين، واثنين اس حتى هو يحمل إلكترونين، أما بالنسبة لاثنين بي فيحتوي على 6 إلكترونات موزع على اللي هو 3 صناديق. بالنسبة لي 3 اس اللي هو يحتوي على اللي هو إلكترونين. بالنسبة لأيون Cl-1، هنا التوزيع الإلكتروني متاعه 1s2، 2s2، 2b6، 3s2، و3b6 اللي هو بمجموع عدد الإلكترونات تحصل على 18 إلكترون. هنا المخطط المداري اللي هو موجود أسفل التوزيع الإلكتروني، بالنسبة لواحد إس اللي هنا يحمل إلكترونين، 2s إلكترونين، وهنا 2b يحمل 6 إلكترونات موزعة أو مبينة بالشكل التالي المخطط اللي هو المداري لها. 3s هنا طبعا يحمل إلكترونين، و3b حتى هو يحمل اللي هو 6 إلكترونات. بالنسبة للأيون الموجب أو أيون البوتاسيوم اللي هو K موجب 1، التوزيع الإلكتروني له 1s2، 2s2، 2b6،
3 اس 2 و3 بي 6. لو جمعنا عدد الالكترونات نتحصل على 18 الكترون. طبعا هني المخطط المداري مبين اللي هو اسفل التوزيع الالكتروني. بالنسبة لواحد اس هني يحمل الكترونين، 2 اس الكترونين، و2 بي اللي هو 6 الكترونات موزع بشكل التالي، 3 اس اللي هو الكترونين، و3 بي حتى هي يحمل 6 الكترونات موزعة بالشكل التالي، اللي هو هذا يمثل اللي هو المخطط المداري، واللي هو في الاعلى اللي هو التوزيع الالكتروني. أعداد الكم الأربعة: العدد الكمي الرئيسي وهو يحدد المستوى الطاقة الرئيسي أو المسافة بين النواة والمستوى الطاقة الرئيسي. بكل بساطة يحدد المستوى الطاقة الرئيسي الذي يتواجد فيه الإلكترون، ويرمز لهذا العدد بالحرف N، حيث يأخذ قيم عددية صحيحة موجبة الـ N من اللي هو الواحد واثنين وثلاثة والأربع إلى ما لا نهاية. العدد الكمي الفرعي يعبر عن مستويات الطاقة الفرعية، ويرمز لهذا العدد بالحرف L، حيث يأخذ القيم الصحيحة من الصفر إلى الـ N سالب واحد، حيث أن بالنسبة لي اللي هو مستوى الطاقة الفرعي S ال L له يساوي صفر، وبالنسبة لل B ال L له يساوي واحد، وبالنسبة لل D ال L له يساوي اثنين، وبالنسبة لل F ال L له يساوي ثلاثة. العدد الكمي المغناطيسي يعبر عن الاتجاه الفضائي للمدار الذي يتواجد فيه الإلكترون المعني، ويرمز له بالرمز ML، وتعتمد قيمته على قيم اللي هو العدد الكمي الفرعي اللي هو ال L، ويأخذ هذا العدد جميع الأعداد الصحيحة بين الموجب L مرورا بالصفر إلى السالب L، ويمكن تلخيص ذلك على الشكل التالي: ام ال هو العدد الكمي المغناطيسي يساوي موجب ال مرورا بالصفر الى السالب ال. العدد الكمي المغزلي يعبر عن اتجاه الالكترون اي الحركة المغزلية للالكترون، والذي يرمز له بالرمز ام اس، ويأخذ احد القيمتين سالب نص او موجب نص، حيث يعتمد ذلك على اتجاه البرم. الجدول التالي يوضح أعداد الكم الأربعة: الـ N اللي هو العدد الكم الرئيسي. الـ N هو عدد يحدد الرقم المستوى الرئيسي في الذرة، ويكون دائما عدد صحيح. مثلا الـ N يأخذ القيمة واحد واثنين وثلاثة والأربعة. الـ L وهو عدد الكم الفرعي، هني هو عدد يحدد مستويات الطاقة الفرعية، فمثلا للمستوى الفرعي S قيمة ال L تساوي صفر، بالنسبة للمستوى الفرعي B قيمة ال L تساوي واحد، وبالنسبة للمستوى الفرعي D قيمة اللي هو ال L تساوي اثنين، وبالنسبة إلى مستوى الفرعي F فإن قيمة L تساوي ثلاثة. ال ML اللي هو عدد الكم المغناطيسي يعبر عن المخطط المداري، لأن كل غلاف فرعي يتكون من واحد أو أكثر من المدارات. فمثلا بما أن عدد الكم الفرعي L يساوي واحد، فإنه لدينا أو يكون لدينا ثلاثة قيم
اللي هو لعدد الكم المغناطيسي، وهي اللي هو سالب واحد وصفر وموجب واحد. ولو كان قيمة ال L تساوي 2، فإنه يوجد لدينا اللي هو 5 قيم اللي هو للعدد الكم المغناطيسي، وهي سالب 2، سالب 1، 0، موجب 1، موجب 2، وهكذا. أما بالنسبة ل MS اللي هو عدد الكم المغزلي، فهو عدد يصف الدوران المغزلي للإلكترون، ويستخدم في تحديد نوعية حركة الإلكترون المغزلي. أما يكون اللي هو في اتجاه عقارب الساعة، فتكون قيمة الـ MS اللي هو موجب نص، أو يكون عكس عقارب الساعة فتكون قيمة الـ MS تساوي اللي هو سالب نص، وهكذا للي هو جميع مستويات الطاقة. مثال: حدد قيمة الـ N اللي هو العدد الكمي الرئيسي، والـ L اللي هو العدد الكمي الفرعي للمستويات التنوية التالية: الـ A 2S، B 3D، C 5F. الحل: هنا من المعروف أن الأرقام الموجودة ما قبل المدارات الفرعية أو رموز المدارات الفرعية اللي هو الاس والبي والدي والاف تمثلنا اللي هو قيمة العدد الكمي الرئيسي ان، حيث أن بالنسبة للاي الان تساوي 2، بالنسبة للبي الان تساوي 3، وبالنسبة للسي الان تساوي 5. أما بالنسبة للي هو العدد الكمي الفرعي L، بالنسبة للإس ال L تساوي 0 أو قيمته تساوي 0، بالنسبة للدي ال L هو العدد الكمي الفرعي يساوي 2، وبالنسبة للي هو ال F فإن ال L اللي هو العدد الكمي الفرعي يساوي 3. مثال: ما هي المستويات التنوية التي توجد في المستوى الرئيسي اللي هو الـ N تساوي 3 والـ N تساوي 4؟ الحل: بالنسبة للي هو وتكون الـ N تساوي 3، يوجد اللي هو 3 مدارات فرعية اللي هي 3S و3B و3D. أما بالنسبة للـ N تساوي 4، فإنها اللي هو تحتوي على 4 مدارات فرعية اللي هي 4S، 4B، 4D، و4F. مثال: ما هي القيم الممكنة للعدد اللي هو ام ال اللي هو عدد الكم المغناطيسي للمستويات التنوية التالية: A ال ال تساوي 1، B ال ال تساوي 3. الحل: بالنسبة للي هو ال A، بما أن قيمة ال ال تساوي 1، فإنه يكون لدينا 3 قيم لعدد الكم المغناطيسي، وهي اللي هو موجب 1، 0، وسالب 1. وبالنسبة للبي، بما أن قيمة ال L تساوي 3، فإنه يكون لدينا 7 قيم لعدد الكم المغناطيسي، وهي موجب 3، موجب 2، موجب 1، 0، سالب 1، سالب 2، وسالب 3.
مثال: ما هي أعداد كم الأربعة الإلكترون الأخير في كل من الأيونات الآتية؟ الفلور اللي هو اف سالب واحد العدد الذري 9، البوتاسيوم كي موجب واحد العدد الذري 19، والصوديوم ان اي موجب واحد العدد الذري 11. الحل بالنسبة لي اللي هو الفلور اف سالب واحد، بما ان الايون اللي هو ايون سالب فان عدد الكتروناته يساوي اللي هو العدد الذري 9 زائد شحنة اللي هو الايون واحد وتساوي 10 الالكترونات. سوف نقوم بتوزيعها لمعرفة اللي هو موقع الالكترون الاخير، حيث ان توزيع الإلكتروني هو 1s2 2s2 2p6. هنا الإلكترون الأخير موجود في اللي هو 2p6. الآن نقوم باللي هو إيجاد أعداد الكم الأربعة. أول عدد كم اللي هو n، والذي يمثل العدد الكم الرئيسي. بما أن اللي هو الإلكترون الأخير موجود في 2p، فإن n تساوي 2. عدد الكم الثاني اللي هو l، والذي يمثل عدد الكم الفرعي. بما أن اللي هو الإلكترون الأخير موجود في b، فإن قيمة ال l تساوي 1. عدد الكم الثالث اللي هو ml، ويمثل عدد الكم المغناطيسي. بما ان ال تساوي 1، فان اللي هو ام ال هو عدد الكم المغناطيسي، له 3 قيم اللي هي 0، سالب 1، وموجب 1. الالكترون الاخير موجود في السالب 1، وبذلك فان قيمة الام ال تساوي سالب 1. نأتي الان الى عدد الكم الرابع والاخير اللي هو ام اس، ويمثل عدد الكم المغزلي، وله قيمتين اللي هو موجب نص وسالب نص. وبما أن اتجاه الإلكترون الأخير هو عكس عقارب الساعة، فإن قيمة ms تساوي سالب نص. الأيون الثاني اللي هو أيون البوتاسيوم K موجب 1، هنا بما ان الايون اللي هو شحنته موجبة، فان عدد الكتروناته تساوي العدد الذري 19 مطروح منها شحنة الايون الواحد، وتساوي اللي هو 18 الكترون. سوف نقوم بتوزيعها بالشكل التالي: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. أسفلها يوجد المخطط المداري. هنا الإلكترون الأخير موجود في 3p. بطبيعة الحال فإن قيمة n تساوي 3، وقيمة l تساوي 1، وقيمة ml تساوي اللي هو سالب 1، وقيمة ms تساوي اللي هو سالب نص. نأتي إلى الأيون الثالث والأخير اللي هو أيون الصوديوم Na موجب 1. نحسب عدد إلكتروناته والتي تساوي العدد الذري 11 مطروح منا شحنة الأيون 1 وتساوي 10 إلكترونات. سوف نقوم بتوزيعها بالشكل الآتي: 1s2 2s2 2p6. يوجد أسفلها المخطط المداري. هنا الإلكترون الأخير موجود في 2p، وبذلك فإن قيمة ال n تساوي 2، وقيمة ال l تساوي 1، قيمة ال ml تساوي سالب 1، وقيمة ال ms تساوي اللي هو سالب نص. وبذلك اللي هو حسبنا أعداد الكم الأربعة للإلكترون الأخير لكل أيون من الأيونات المعطاة في المثال.
مثال ما هي أعداد الكم الأربعة الإلكترون الأخير في كل من الذرات الآتية؟ البرون العدد الذري 5، النيتروجين العدد الذري 7، واللي هو الهيليوم العدد الذري 2. الحل: بما أنها ذرات متعادلة فإن عدد الإلكتروناتها تساوي اللي هو العدد الذري. أولا نأتي إلى اللي هو عنصر البرون بي، اللي هو عدد إلكترونات تساوي العدد الذري تساوي 5، نوزعها بالشكل الآتي: 1s2، 2s2، 2p1. أسفلها اللي هو موجود اللي هو المخطط المداري. الآن نقوم بإيجاد أعداد الكم الأربعة. بما أن الإلكترون الأخير موجود في 2p، فإن n اللي هو العدد الكم الرئيسي يساوي 2، و l اللي هو العدد الكم الفرعي. بما أن الإلكترون الأخير موجود في ال b فإن l تساوي 1. أما بالنسبة ل ml اللي هو العدد الكم المغناطيسي، بما أن ال L تساوي 1 فإن ال ML له 3 قيم اللي هي الصفر، سالب 1، موجب 1. نلاحظ وجود الإلكترون في اللي هو القيمة موجب 1، فإن ML تساوي موجب 1 اللي هو عدد الكم الرابع والأخير. MS اللي هو العدد الكم المغزلي، واللي هو يساوي قيمتين، موجب نص وسالب نص. وبما أن اتجاه الإلكترون باتجاه عقارب الساعة فإن MS تساوي موجب نص. نأتي إلى اللي هو العنصر الثاني اللي هو النيتروجين N7. هنا اللي هو العدد الإلكترونات تساوي العدد الذري يساوي 7. نقوم بتوزيعها بالشكل التالي: 1s2، 2s2، 2p3. أسفل التوزيع يوجد المخطط المداري الذي يبيننا اللي هو مكان الإلكترون الأخير. هنا بما أن الإلكترون الأخير موجود في 2b فإن n تساوي 2، l تساوي 1، ml موجودة هنا اللي هو بما أن ال l تساوي 1 فإن ال ml له 3 قيم: 0، سالب 1، موجب 1. وال ml موجودة في سالب 1، وبذلك فإن قيمة ال ml تساوي اللي هو سالب 1. ال ms بما أن اتجاه الإلكترون باتجاه عقارب الساعة فقيمته تساوي موجب نص. نأتي إلى العنصر الثالث والأخير اللي هو الهيليوم HE2، اللي هو عدد إلكترونات تساوي العدد الذري يساوي 2. يتم توزيعها بالشكل التالي: 1s2، أسفلهم المخطط المداري. هنا الإلكترون موجود في اللي هو 1s فإن قيمة ال n تساوي 1، قيمة ال l تساوي 0 لأن الإلكترون موجود في اللي هو المدار s، ml تساوي كذلك 0. أما ال ml تساوي 0. أما بالنسبة لل ms بما أن اتجاه الإلكترون الأخير عكس اتجاه عقارب الساعة فإن قيمته تساوي سالب نص. مثال: ما هي أعداد الكم الأربعة التي تصف المستويات الثانوية التالية أو المستويات الفرعية التالية؟ A2S، بي اللي هو 2B. الحل: بالنسبة للي هو A، ال N اللي هو عدد الكم الرئيسي يساوي 2، وكذلك بالنسبة لل B هنا ال N تساوي 2. بالنسبة لل L في اللي هو الجزء A يساوي 0 لأن المستوى الفرعي هو S. أما بالنسبة لي اللي هو الفقرة B فإن ال L تساوي 1 لأن المستوى الفرعي هو اللي هو B. ML اللي هو
عدد الكم اللي هو المغناطيسي بالنسبة لي اللي هو الفقرة A تساوي صفر، لأن ال L صفر. أما بالنسبة للفقرة B فإن ال ML تساوي 3 قيم اللي هو السالب واحد والصفر والموجب واحد. هنا بالنسبة للعدد الكم المغزلي اللي هو ال MS لكلا اللي هو الفقرتين ال A وال B يساوي أما موجب نص أو سالب نص على حسب الإلكترون المطلوب حساب أعداد الكم اللي هو الأربعة له. مثال: ما هي أعداد الكم الأربعة للإلكترون الأخير في اللي هو الأكسجين O سالب 2 العدد الذري بتاعه 8؟ الحل: بما أن الأيون أيون سالب فإن عدد إلكتروناته تساوي العدد الذري 8 زائد شحنة الأيون 2 والتي تساوي 10 إلكترونات. سنقوم بتوزيعها بالشكل التالي: 1s2، 2s2، 2p6. أسفل هذا التوزيع يوجد المخطط المداري لمعرفة اللي هو مكان اللي هو الإلكترون الأخير. نلاحظ أن الإلكترون الأخير موجود في 2p. هنا ال N اللي هو العدد الكم الرئيسي، بما أنه الإلكترون الأخير موجود في 2b فإن N تساوي 2. ال L اللي هو العدد الكم الفرعي، بما أن الإلكترون الأخير موجود في ال B فإن ال L تساوي 1. الآن نأتي إلى ال ML اللي هو العدد الكم المغناطيسي، بما أن ال L تساوي 1 فإن ال ML له 3 قيم اللي هي الصفر، سالب واحد وموجب واحد. ونلاحظ أن وجود الإلكترون في القيمة سالب واحد، وبذلك فإن ML تساوي سالب واحد. بالنسبة ل MS اللي هو العدد الكم المغزلي له قيمتين اللي هو موجب نص وسالب نص، وبما أن اتجاه الإلكترون الأخير عكس اللي هو اتجاه عقارب الساعة فإن قيمة ال MS تساوي اللي هو سالب نص. وبذلك استطعنا معرفة أعداد الكم الأربعة للإلكترون الأخير في الإلكترون الأخير للأيون اللي هو الأكسجين سالب 2. وبهذا قد أتممنا شرح المحاضرة 6 مع التمنيات لكم بحسن الاستماع، ونلتقي في المحاضرة القادمة، وشكرا.